وصل صوتك. برشا عدد كبير 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 برشا حبوا يدخلوا معنا، حبوا يكونوا موجودين معنا لي زميل الحقيقة قدامي بشكل كبير برشا بالتليفون بغيره، لكن حبينا ناخذوا بخاطر خونا هشام الهيف من خليته حب النادي الافريقي في سليمان، انه كلف روحه وجا من سليمان بالليل، خلى ولاده وخلى عائلته وجا باش يكون موجود معنا. واحنا حبينا النادي الافريقي تصدمنا كي سمعنا بالاخبار اللي مذايا، واحنا حبيناه لسعد الورتاني اللي لعب مع النادي الافريقي بلاش حسابات، واللي عطاه للجمعية واللي كان في المستوى كبير ياسر، وكان ديما حتى كي نسافر معاهم ديما يبدا يسأل فيه على الجمهور ويسأل فينا أموركم أمريك للأولاد مصروفكم أمريكيين، نشعر أكثر من خو حبيناه وعشقناه، نقولوا يا لسعد راك في قلب أحباء النادي الإفريقي، والله يرحمك ويربي يرزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان. محمد عروق واحد من أعز أصحابه في القروان. طبعا حتى نحب نقولها اللي برشا ممكن ما يعرفوش، وقت اللي عنده دي كونترا باش يلعب البرة لسعد وتفهمنا قال لي محمد راو معناها عندي عروض ونحب نخرج، قلت له كهو قيد باش تخرج، مشيت رينا في الكلوب يلقى الجمهور والعباد يبوسوا فيه يقولوا له لسعد ما تخليناش زيد معانا عامين عام، مشيت ديريكت البلدية وزيد عامين مع الكلوب، جاني للدار قال لي محمد راني زيد عامين في الكلوب، قلت له يا اخي مش فاهمنا باش تخرج وتمشي تحت راسك، قال لي ليه خويا كي ترى العباد تبوس فيا وتشوف العباد كيفاش يقولوا لي يقعد معانا ما نجمش، قال لي نخرج وما نجمش نبعث على الكلوب وما نجم نعيش كان في وسط الكلوب. بالحق معناتها لسعد تظلم ما عاد وقف مع حد، معناتها وقت الكورة أي كانوا صحاب فقعدوا فما كالكوزان معناتها صحابه يسألوا عليه وكل، أما الباقي الحقيقة هو يبدأ يبكي بعد ساعات راهو يبدأ قاعد نقول له يا أخي شبيك طفل صغير تبكي على مسؤول ولا حد، يقول لي راهو معناتها كيفاش يقول فيا هكا كيفاش، حتى لما يتلخر حب يمشي مرافق ولا كلموه، وبعدين أقول له ليه يا لسعد معناتها تمشي كمل أقرأ ومشي من باب الكبير مشي مدرب ولا حاجة، وحتى مع السعودية يقول لي ميساج أنا كان سوغ سوغ مرافق مش لازم نراني المفيد مع الكلوب المفيد نمشي معاها زيد الكلام تاو زيد بالحق زيد، أنا معناتها لسعد في حياته كي نشوفه نبدأ نبكي مش توا معناتها بعد أهم ما ميت زيد 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 الكلام زيد، أنا دموعي نشفت ما عادش نحب نبكي خاطر دموع نقول بكشي ربي تيهبطهم عليه النار، إن شاء الله ربي يرحمه وبقدرة ربي لسعد حي بيناتي، أنا في داري لسعد باش يقعد حي، عندي ولده نشوف فيه معناتها ولدي كان تشوفه كله لسعد معناتها لسعد صغير، قل ربي يصبرني في يشوف ولدي فيه وقعه. محمد ديسوسي كانوا في ذهن لسعد الورتاني، حب يكون مع النادي الافريقي، وجعوا شوية كلام ساعات، انت قريب له برشا تعرف لسعد تعب ياسر بعد ما خرج من الكلوب، تعب ياسر ياسر عرف شكون اصحابه شكون له وقتها، أبسط حاجة اللي كان يكلمه في النهار 10 مرات ما عادش يجي من عنده حتى تليفون يحكي لي، يعني يقول لي هكا وهكا، قل له عندك فيه معني ما فاتش الدنيا معني من بعده عادي يصير هكا، وعرفت شكون أصحابك شكون ليه، ياسر ناس قراب ليه معني تبدلوا معهم بعد ما خرج من الكلوب ما نعرفش علاش، وجعته ياسر لسعد، وكل مرة يقعد يتذكرها أصحابه ملاعبية ولا أصحابه البرة، فما زاد مسؤولين من النادي الإفريقي زاد وجعوا لسعد ياسر، فما أصحاب في النادي الإفريقي حتى لتوا أصحابه حتى لتوا يحبوه حتى لتوا واقفين معاه وشيعوه لآخر سجون دو لآخر سانتي، يعني نحكي هنا على أيمن الرهيفي موجود معنا في الاستوديو. يمكن مش مزي يمكن مش نواصل القبارة نتاعو، انا كنت حاضر في الدار وكان بجانبي الوقت اللي هو ميت، تقول طفل تقول كأنه مقيل عرفت راقد وباش يقوم، انا مانيش مصدق لهذه اللحظه، وكنت نحكي لخو محمد بالرسمي مانيش مصدق بالرسمي لهذه اللحظه. ما باش نرجع نقول لك بالنسبه لي انا لسعد خويا ما ماتش، اما في نفس الوقت نقول الله يرحمه، اما بالنسبه لي انا ما ماتش كيف نشوف، زيد نحب نتوجه بالشكر لصحابه أيمن أنيس العمري
أنيس البوسعايدي، شكري زعلان إن شاء الله ما ننسى حتى حد، خاطر توا بالحق ساعات ننسى. سعيد السايبي، أيمن بن زكري، سعيد السايبي، يمن بن زكري، يمن زكري، ماهر عامر، برهان غنام، برشا برشا. إن شاء الله إن شاء الله ما نكون نسيت حد، إن شاء الله. أمير العكروت صحيح، كمال زعيم، كمال زعيم كي خوه زادا، ان شاء الله ان شاء الله ذوما الناس كل ما ينساوش العشرة متاع الأسعد، ويتذكروا أولاده، ويتذكروا مالك بالخير، وساندرا وسليمة، معناها ان شاء الله حد ما ينساهم، خاطر الأسعد ما كانش خايب قبل، ما نجمش يكون خايب. صحابه كله الأسعد اللي يعرفوا دقيقتين من زمان، يقعد مع دقيقتين كهو يحبوا، معناها يقعد يذكروا بالخير. الأسعد الكلوب حياته، انا نقول لهم الكلوب بعدها الأسعد كي خرج من الكلوب الأسعد مات، مش ما ماتش توا الأسعد، قل له منهارت اللي خرج من الكلوب قال لي معناتها حبيت نخرج من باب الكبير، الله هو بذلك مكتوب وكل، ما هو نقول الأسعد مات من وقتها، ذيب ذيب بالحق، ذيب إنسان شفت النوارة كذوب هكيكة كي خرج من الكلوب، مش مستوعب. جاء كونتراتو في الإسماعيلي المصري، أنا نقول له يا الأسعد صحح، وقتها جست بطل من الجرجيس، يقول لي يا مريم راني ما عادش بعد الكلوب، قال لي باش تبول على العبيد، راني سقاي ما عادش تجاوب، ما عادش أنا ما نجمش نجاوب، راهو مع وفيت الكلوب أنا وفيت، حتى بعد مشي الجي اس كا وفرحوا بيه وكل شيء، فما ماتش وقتها كونتر الكلوب، قال لي وقف، قال لي شوف فيهم ما نجمتش، قال لي جي اس كا معناتها ليكيب نتاعو الأم وكل، قال لي ما نجمتش. وبطل اللي جا قدر قد وقام، قال سيئ وفيت الكورة ما عادش كورة، معناتها مش تقول لك توا حديت الإسماعيلي المصري كان ينجم يقول لك هاكا باش نخرج وكتا شناي، هو ليه معناتها روحه كانت في الكلوب وقلهم ميت في على خاطر الكلوب. رئيس الجمعية وقتها في عام 2008 عامل تتويج عام البطولة للكلوب السيد كمال إدير موجود معنا، مرحبا سي كمال. أهلا وسهلا. يعني في كل قرارات نسعد كان يجي عادة الكبار متاع الجمعية متاع الفريق، وسام أخلاق عالية، خالد معناها هذم الكبار الركائز متاع الجمعية، وسامة ما يحبش يتكلم برشا ولكن كانوا هذم الكبار اللي باش ناخذوا أي قرار نحكيه مع بعضنا، نحكيه مع بعضنا في الميثاق اللي باش يربطنا في أول السنة، نحكيه مع بعضنا في كل معناها ما يهم النادي، في البريمات، في التصرف بعد اللاعبين، في برات معناها الخلاص، ما تكونش عندنا سيوله في الجمعيه، نطلب منه نقول له الاسعد راهو يصعب توا باش نخلصكم، معناها ان شاء الله جمعتي الاخرى ان شاء الله، ولكن نشدوا وعودنا. وهو كانك يقول كلمه للاولاد، كان ثقه كبيره ياسر، ناهيك انه حتى كي غادر النادي الافريقي قعد يسال فلوس وعمره ما طلبهم، قعدت نعطي فيه معناها كل ما يدخلوا فلوس النادي الافريقي، حتى خلصنا معناها على اخر واحد، وانا نقول لمرته اللي تقول راهو ما غادرش النادي الافريقي لاسعد، لانه قعد في قلبنا، لانه هذاك الكابتن اللي هز البطوله تاع 2008 اللي كنا متعطشين ليها، معناها كل معناها الافارقه متعطشين فيها، الروح معناها هذيك اللي كان لاسعد يحطها في المقابلات الكبيره، الاولاد كانوا معناها يتعداوا ويتحداوا الناس الكل، والحمد لله قعدت معناها علاقه قويه وقويه كبيره ما بيناتنا، وقعدت باتفاق مع سعدان. خالد القربي واحد من اللاعبيه اللي اصروا باش يكونوا موجودين وباش يحكيوا على يعني المرحوم الاسعد الورتيني، وكان ممكن ظهر لي خالد لدول نتاعك وقتها كنت في استاد. والله شو نقول لك، التو ما انت مانيش مصدقين لهنا، كما يقولوا الاسعد عزيز علينا اخونا، انا واحد من الناس بيرسونالمون كان موني دول، ما انت كنت في الستاد كنت بدي ما انت ما تخلق جوار كيفه، ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ما انت عائلته ربي صبرهم مرته ولاده وسيته، نعزي ما انت النادي الافريقي والملعب فيه ما انت، وان شاء الله ربي صبرهم. شيء انت محمد نتصورك تبعته ماتش بر ماتش ودقيقة بدقيقة في كاريره كل. صحيح الأسعد وصل لعب مضروب مع الكلوب، وصل لعب بزرارق مع الكلوب، هذا يعني جوست للكلوب أفريكان، يعني مش خاطر فما مقابل ولا حاجة، ما هو أعطى للكلوب
فما شويه كان مضروب وحب يلعب واصر انه يلعب وهبط للتيران واعطاه 100% يعني صحيح كما كان يدال خالد القربي وغيره ان شاء الله يكون يدال لبقيه الجوارات وللناس انه ليلا نتجاوزوا اي معاني نتاع الكره اللي هي في نهايه الامر لعبه لكن فما قيم اخرى. السيد طارق الاحمر المسؤول بالملعب التونسي مرحبا بك سي طارق. هو والله سر ذيل عمري قلت له انا في حياتي ما عندي فهمت انا كنت حاضر على حكايه صارت قدامي وقتها انا مسؤول في الملعب التونسي ولسعد معنا وسمع في رئيس الترجي الرياضي كلشيبو حب ياخذ لسعد معنا هو مقبل ناخذوه من قروان كلشيبو حب ياخذ ولسعد ما حبش بس حب يجي للاستاذ يجي للاستاذ بعد ما لعب العميل ولادين معنا جات حكايه حكايه المستاذ بتوع الفتنة اللي فيها كلشيبو حب ياخذ عيط لي كده الرئيس قال لي تو نجيبو لي خذيته للدار وكان للدار وقال له هك باش نبيعك للكريس قال ما تبيعليش وانا ما خدش السيارات قال لي كيفاش انا توا تعرف الازمه تاع ازمه ماديه في ملعب تونسي قلت لك عاد خرجنا من الدار قالوا بيت نشوف خرجنا من الدار بدا يبوس فيا يعنق ويبكي ويبكي يقول لي في طارق نحب نقعد في الاستاد ما نحبش نمشي للترجي خليته في الكهرباء عاود رجعت في جلاله قلت جلاله راهو الولد يبكي في الكهرباء وقال لي هذه الترجي نحط فيها سيارتي واحنا من غدوه ماشيين لجده وهو ماخذ له باسبور وعلى اساس يمشي معنا لجده باش يخليه هنا باش يمشي للترجي يعمل هكا في بلاد قال لي هو باسبور وغدوه يمشي مع جده هذه فازه لعمري انتهى صحيح عمري انتهى لسعه تقدر يحكي وعندي الناس كم لاعب الناس كل تعرف كم لاعب في الترا انا نحكي لك كشخص كعبد كانسان عمري ما بيت في حياتي اللعبه كيف انا في النهار يجي يحكي لك النهار يقول لك ما عنديش وصلنا في النهار تونس في ظروف صعيبه برشا صعيبه برشا واللعبات الكل تعرف تحب على الفلوس الا لسعد قلت لك حتى اللي يقعد معاه دقيقتين يعرف لسعد بالكدا ويحب لسعد لسعد انسان ياسر كيفاش نقول لك معناها يتحب فيسع معناها يتقبل ما يفرضش عليك روحه لسعد يخليك لي انت لين انت تحكي معاه واحد تاخذ وتعطي اللي يشوفه من برا يمكن يقول لسعد متكبر واحد بالعكس لسعد ابسط منه ما فماش من بعد هذا الكلام يوفى في لسعد خاطر بالحق الكلام مشي مع لسعد الكلام ماهر عامر موجود معنا ماهر اهلا بك لما طلعت في الكليب عمري 17 سنه انا مرقيت حتى معناها مرقيت شكون وقف بجنبي اكثر من الزقاو عاوننا من اللي حاسس فما جوارات تحس اللي هو كبير في الجمعيه لسعد لا عاوننا كنا صغار لما طلعنا وقف بجنبنا الله يرحمه ويسامحه وانا بالنسبه لي انا عندي معزه خاصه للزقاو هو يحبني برشا وانا نحبه برشا ديجا اسم الشهره نتاعي عمور هو اللي سماه لي الله يرحمه ولسعد ما يتنساش وإن شاء الله نطلب من الناس كل ما اللي يعرفوا لسعد كل ما يجي على بالهم لسعد يدوروا بالرحمة ويقولوا إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله ربي يرحمه خش خلى لنا بلاصة كبيرة تك صح ماهر وجلال القادري موجود معنا زاد بالتليفون سي جلال مساء النور مرحبا عايشك حيدر مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين أتمنى اللي كونه لسعد شافك الزنازة شاف العباد اللي جاتوا الكل لسعد صارت له ديسيبسيون كبيرة في حياته يمكن أول مرة باش نحكيها الموقع قريب منه وأنا حاجة اللي بقات في قلبه ونحب نبلغها العباد اللي عرفت لسعد كل العباد اللي حبت لسعد لسعد من نهار اللي خرج من الكلوب أفريكان يمكن تلمو حب الكلوب تلمو حب جمهور الكلوب وتعلق بها قالت له كما شوك في حياته ديسيبسيون كبيرة بعمري اللي شفت لسعد فرحان معناتها عرفته برشا وعرفته معناتها عندي توا عوام برك الله بريود الاخرانيه 3 شهور اللي عشناها مع بعضنا في كيف دخل في اكسبيريونس جديده في لونترينمون صدقني تولي اونديري عبد اخر عبد اللي بدا لي زامبيسيون نتاعو بداو يرجعوا خلق لسعد الناس عرفوه كليدور في الكلوب افريكان كقائد فريق هذا هو لسعد هذا هو الشخص حتى في حياته لسعد كان تخلق باش يكون هكا بديت نشوف فيه معناتها مالوروزمون كان ان بروجي تاع فري انترينور كان نجم يكون كبير برشا بالخصال اللي عنده
في محبته للعباد، كان راسامبلور تاع الجروب، يعرف يلم، يعرف يختار الكلام نتاعو. نحكي حكاية صغيرة، يمكن تعرفوا اللي لخيان في السعودية مع ثلاثة شهور لسعد من اللي مشاء، عنده مومة مش كيف، يمكن شوية في عادات ومحرام وما يبكيوش على الميت. صدقني معناتها وقت سمعت أنا بالخبر بالفاجعة الكبيرة هذه، أنا كنت في السعودية غادي، ودعناها وصلناها المطار للإخرانية، كملنا نهار الأربعاء لعبنا مقابلة. لسعد هو وزوجتي معناتها وابنائي غادروا الأربعاء تاع الصباح، وقت يسمعوا الناس الموني تي شوكي غادي في السعودية، عبارة على جنازة في السعودية للعبية الكل مسؤولين رغم قصر المدة، لكن هذه السمعة اللي خلاها لسعد. صدقني يكلم فيه كل غصة شدتني، على خاطر ثلاثة شهور الأخرانية كنت نسكن أنا وياه في الدار، منعرفش على روحي توا أنا بعد غدوة باش نرجع. صدقني حتى الخدمة كرهتها، كيف باش ندخل للدار، كيف ندخل للبيت اللي فيها لسعد كان يسكن فيها معايا. ربي صبرنا وربي يرحمه يا لسعد، نقول له كان ربي يرحمك يا لسعد. خليت ثلاثة نوارات إن شاء الله نحطوهم في عينينا، أقل حاجة نجمو نعملوها معاك. وكو اليوم فؤاد ولد عمارة صار باش يكون موجود معنا والإسباس عندك فؤاد، مساء النور. والله اليوم قبل كل شيء نحب نترحم عليه، نحب نقول إن شاء الله ربي يرحمه وربي يتقبله برحمته، إن شاء الله يكون من أهل الجنة. لسعد ذاك صاحب أخوه وراجل بكم معنى الكلمة، أسعد شخصية باهية ومواقف ورجولية، ولسعد فيه ميزة اللي يمكن تعرفها أصحابه الكل، اللي لسعد موديل واحد وقالب واحد. لسعد كيما يقابل أقل الناس، كيما يقابل أوسط وأعلى الناس، ما عندوش ميزة، ما عندوش شكلي كل واحد وهكا وطريقته وكل واحد وكيفاش يعامله، باهي حنين. أنا مش نقول في كلام خطر توا معناها سنسمع صفة عامة كي واحد يموت هكا الناس تجامل وتتكلم أكثر بزايد، باهي معنا هذا حقيقة، والقراب من لسعد كل يعرفوها. شو قل لك، إن شاء الله ربي يصبر عائلته، وإن شاء الله ربي يصلح في ذريته، وإن شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب لمرته باش تربيك صغيرات وباش تخرج لنا كمالك هذاك بطل كيبوه. أنا أقول كلمة قرين تتخلقت على خاطر لسعد، صدقني إذا كان يبخل بقطرة عرق هكا سيرتو احنا في الكليب بصراحة كان معناها تجاوز اللعب، يعني لسعد يسهل حتى على الجمهور كيفاش روح كيفاش جاء، شكون ناقص حاجة، شكون يحب حاجة، راجل راجل بصراحة دلول برشا لسعد. والله لسعد ما عندوش هذية فلانك اللي يستعمل معه طريقة متاع كلام وطريقة متاع حساب وهذا، كيما يحكي مع سيبورتير، كيما يحكي مع مسؤول، كيما يحكي مع رئيس جمعية، كيما تراه في الشارع، كيما تراه يفدلك، كيما تراه هكا في الجد، ستيل واحد. إنسان عاش ما غير أقنعة وما غير غوندوات، الأسعد كان متواضع مع الناس الكل، هذا كلامكم الكل أنتم اللي دخلتوا معنا اليوم. نشكرك برشا فؤاد ولد عمارة اللي كنت موجود معنا اليوم، وعاون ذكر كنت عادة في الأفراح دخل ابتسامة، اليوم في ظرف استثنائي نقول، لكن شكرا ليك مرة أخرى فؤاد ولد عمارة. نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى، راجعين في وما سبيسيال حتى نوصل ليل. مرحوب الأسعد وعدين.